الله، الأغنية دي حلوة قوي يا حسام. ميرسي. فاكر يا حسام لما رقصنا عليها انا وانت في عيد ميلاد شهندة من سنتين؟ رقصنا هي لسه شهان وسنتين مين؟ وشهندة ايه اصلا؟ هو رامي بلا هتودينا في داهية. انت بتعرف ترقص يا حسام؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي. لا والله. والله انا يا دوبك بفك الخط في الرقص يا سلمى، شهان بتبالغ بس اصلا مربيها من وهي قد كده. لا 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 لا، الرقص ده احساس، وانت احلى حاجه فيك انه عندك احساس حلو قوي، خصوصا لما يرقص سلو. وكمان سلو؟ يعني انا بتبالغ، مش بقول لك بتبالغ. بتبالغ ليه؟ انت كل حاجه دايما كده، دايما بتبالغ دايما بتبالغ. لا انت مش عارف قيمه نفسك والله. يا بختك بيه يا سلمى. يا بختي فعلا. طب لحظه بقى كده، نسيني خالص. ايه يا حسام؟ مالك قفلت الاغنيه مره واحده كده ليه؟ يعني اصل احنا على طريق اربع كاوتشات وحته حديده في الهواء، محدش عارف بقى، يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجه يعني بقى بيقرا قران في سر وبيعمل حاجه مفيده. وانت يا سلمى بعد اللي سمعتيه من انسه جيهان عايزه تكملي؟ كملي، مش عايزه كل شيء اسمه نصيبه بنت الناس. ترخيرك يا جيهان. يا حسام يا ابن المحظوظه. يا ولا بص قدامك هنعمل حادثه. اه محظوظه محظوظه محظوظه، شكلك اخر مره هتشوفها. يلا يا رزل. عيني يا عيني، عيني على الولا. ايه في ايه؟ والله العلي العظيم، والله العظيم كلهم زي اخواتي الصغيرين، ولو كنت رقصت مع واحده فيهم فده من باب الهزار مش اكتر يا سلمى. يا سلام، دول كلهم قدي اصلا. يا ستي بس انت حاجه وهم حاجه تانية. اشمعنى بقى؟ علشان انت اللي في القلب، انت حبيبتي، انت اللي قلبي اختارها، انما هم اتفرضوا عليا بحكم ان هم اصحاب شاين اختي مش اكتر يعني. حسام ما تشتغلنيش، وبعدين يا ريت تقولي انهي واحده فيهم بقى اللي كانت قاعده جنبك وانتوا جايين تجيبوني. ولا واحده. يا سلام، كلهم كانوا قاعدين على الكنبه اللي ورا؟ لا كانوا بيجروا ورا العربيه يا سلمى. ارتحتي؟ اقول لك ايه بس؟ اي دونت بليف يو، على فكره انت بتكذب. اي دونت بليف يو، الشو تايم بوظت دماغي. طب يا رب في المأموريه الجايه انتص رصاصه بين عليا. لا حسام ما تقولش كده. ارمله بقى. خلاص خلاص خلاص، انا اسفه، هفوتها بس المره دي. لا انت هتفوتيها عشان انت مصدقاني وعارفه ان انا لا يمكن اعمل حاجه تزعلك. لا انا هفوتها عشان انا واثقه في نفسي وعارفه ان انت مش ممكن تعمل اي حاجه غلط، عشان انا مالي عينيك. مالي عينيا وقلبي وكلويه وجيوبي وحياتي كلها، بس الزفه خلصت وانا ابو العروسه ما يصحش ابقى واقف كده. يلا بقى. اسمحي لي بالرقصه دي. ليه وانت بتعرف ترقص؟ ما تسالي جيهان. أنا هحكم بنفسي. يلا يا حكم يا دولي تعالى. أنت مالك زي القمر النهارده كده؟ سلم. عارف الفستان بتاعك؟ يجنن بصراحة. بصراحة إيه؟ أنت لسه فاكر دلوقتي؟ طب اعمل لك إيه يا سلمى؟ من أول ما دخلت خدتيني في 18 بلدي وركبوا معاك العربية، ومين اللي ركب جنبك؟ ومين اللي قاعد على الكنبة؟ أنا أنا وبعدين الحاجات الحلوة اللي زي دي ما تتقالش قفشة كده، لازم تتقال بالراحة. يعني لازم أقول لك يا سلمى فستانك حلو قوي قوي قوي. بس يا حسين كل واحد مالي في اللي قدامه، محدش ياخد باله مننا. واحدة على السريع بس برضه بحبك وبرضه زي القمر. هو انت دايما بقى تضحك عليا بالكلمتين الحلوين بتوعك دول؟ انا ما بضحكش عليك ولا حاجه، ده انا باخد وقتي معاكي. مالك في ايه؟ عامل ايه طيب؟ بحبك. طب ما انا كمان بحبك، ما اختلفناش. فاكر يا حسام لما كنا مفروض باشا؟ ازيك يا فندم؟ اهلا 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 يا فندم، مشرفنا ومنورنا. عقبالك. الله يخليك يا رفعت بيه، ده تشريف حضرتك ده على راسنا. ازيك يا مدام؟ الله يبارك في حضرتك. ماما رفعت بيه والهانم حرم يا فندم. اهلا بحضرتك. على فكره انا فخور جدا بحسام. ده شرف لينا يا فندم وشهاده نعتز بيها. اتفضل يا فندم، منور الفرح كله. ماما يقعدوا على ترابيزه حضرتك بعد اذنك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا ست اللواء، ده حضرتك مشرفنا ومنور. ده كلام؟ ده كلام حد يعمل كده؟ كده تسيبني وانا برقص لوحدي كده زي العبيطه؟ ده المدير بتاعي، لو ما سبتكيش وانت بترقصي هيرقصني هو على الشناكل. حد قال لك قبل كده انك دمك خفيف؟ اه
جيهان قالت لي ان دمي خفيف وهي جايه معايا في العربيه. الله انت عامل سلام الكلام. الله 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 الله. انا عارف دلوقتي انت غيرت الكرافته ليه؟ يعني انا اكلمك على السر تعمل لي فضيحه كده عندك اخيره يا باشا. ايمان مراتي. اهلا وسهلا مدام ايمان، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. سلمى زوجة المستقبل. مبروك. ميرسي الله يبارك. اخيرا قابلتك، عايزه اشتكي لك من حسام. ليه يا حسام انت عملت ايه؟ اقسم بالله ما عملت حاجه، انا عارف حضرتك قبل كده مدام ايمان ولا شفتك يا معتز ورامي بلا ولا ايه؟ عملتك السودا باينه ومعلمه. انا خلاص منعت معتز انه ينزل مع حسام مأموريات تاني. ليه بس كده؟ علشان خايفة عليه، مش مستغنيه عنه. ما تقلقيش، جوزك ده في عناية الاثنين، اولا ده اخويا وصاحبي ودراعي اليمين. اي نعم هو رتبه اقل بس هو جدع. يا حسام ايدك يا حسام. ربنا يعينك. خش اقعد انت واخدها خلصان اصلا. ربنا يعينك على ما بلاك يا مدام ايمان. انت عارفه الواد ده كان هيروح الماموريه اللي فاتت سلاح. كده انها ابتدت تفرق. مش فاهمه. عارفه يا حبيبتي، انا حاسس ان ربنا بيحبني قوي. اكيد ربنا بيحبك، طالما انا معاكي يبقى بيحبك وقوي كمان. مش قوي يعني؟ مش قوي؟ طب اوعى يا ساهر. طب استني، انا بهزر والله بهزر. انا اقصد يعني ان انا كسبت احلى قضيه في حياتي وربنا كرمني بيكي. ايه يا ساهر ده؟ ما انت بتعرف تقول اهو. لا عيب عليكي، ده انا لبلب. ده انت يا بنتي ما بتشوفنيش لما بقف في المحكمه بتكلم ازاي. حلو قوي اللي انت بتقوله ده، بس الكلام بقى لازم تلحقه بأدلة وبراهين كده وبسرعة. أنا موافق. الدليل رقم واحد إن أنا اتجوزت حضرتك. تمام. أما بقى الدليل رقم اتنين إن أنا قررت إن أنا أخد في حضرتك سجن مؤبد. قررت تاخد في حضرتي أنا سجن مؤبد؟ أوعى بقى المرة دي بجد. استني استني، أنا بهزر والله، أنا أقصد يعني إن هو سجن بمزاجي. سجن بمزاجك؟ حسام ايه بس ده وقته؟ هو أخوك ده مش هيبطل ينط كده كل شوية؟ ده حسام الهلالي يا ابني، اخرس خالص. طب يا ستي. أيا حسام. ازيك يا حبيبي، وحشتني. وانت كمان يا حبيبتي. بتعملوا ايه ولا جينا في وقت مش مناسب؟ ده انتوا تشرفوا وتنوروا في اي وقت. الجواز عامل ايه يا شهند؟ يا سلمى مستعجله على ايه؟ بكره تعرفي. طب اديني جوزك، اديهولي اديهولي. حاضر. حسام. الو. ايوه حسام. اخبارك ايه يا عريس؟ ايه الهاني مون عامل ايه؟ مهيصين ولا مفيصين؟ تمام يا معلم، ومهيصين على الاخر. مهيصين؟ طب افتح السبيكر. يلا افتح افتح كمان السبيكر يا حسام. حاضر يا سيدي، ادي السبيكر. اوعى الذئب البشر اللي جنبك ده يتعرض لك باي اذى. لو فكر كلميني وانا ابقى عندك في اقل من ثانيه. ده انت بتتلكك عشان تيجي بقى. عموما تنور يا سيدي. اخت اخويا وبحافظ عليها، وبعدين انا واثق فيك، والا ما كنتش جوزتها لك بايديا اللي عايز اقطعها. بس الحقيقه مش واثق في الشيطان اللي جواك يا ساهر. طب وبالنسبه للشيطان اللي جواك يعني مع اختي ايه الاخبار؟ انا شيطاني ملاك حتى اسمع. حسام انت بتبوسها ولا ايه؟ وانت مالك يا مراته كاتبين كتابنا ما تزهقناش. طيب يا سيدي ربنا يسعدك. بقولك يا حسام، احنا هنستأذن بقى عشان عندنا اجتماع صغير كده. ها عندك ايه يا اخويا؟ اجتماع؟ انت بتقلبنا؟ عاجبك كده يا شهندة؟ جبت التهزيل لاخوكي؟ اعمل ايه بقى يا حسام؟ جوزي وما اقدرش اكسر له كلام. والله بقى ليكي جوز، خليه ينفعك. بطل غلسه بقى يا حسام، سيبهم. ايه اللي سيبهم يعني؟ ايه سيبهم يعني؟ ما ده معاه اختي وهي. خلاص يلا يا جماعه، هاف ا نايس تايم. هنسيبكم بقى. باي باي يا سلمى. باي باي. باي. هاف ا نايس تايم. يا بختي. والله لو ما كان الجواز حلال لكنت رجمتهم الاثنين. ايه الغلسه دي؟ انت غيران منهم ولا ايه؟ بصراحه؟ غيران. اشمعنى هم يعني واحنا مش ليه؟ ليه؟ انت مستعجل على ايه؟ يعني انت مش مستعجله؟ مستعجلة بس يعني. طيب ما تقوليليش بقى مستعجلة اهو زي بس ايه بقى. بس انا مستنية اليوم ده من اول ما اتولدت، ف يعني أيوة. في حاجات معينة في الفرح عايزة اعملها بالطريقة اللي انا عايزاها، فعايزة انظمها صح. بس اوعدك ان كله هيبقى صح، كل شيء هياخد حقه وكله حق. اخرج بيت التليفون وسنين. الو، يعني ايه العيال زوغت من؟ انا مش فاهم حامد ده بيعمل ايه. هما دخلوه كليه شرطه ازاي؟ قال عليها مراقبه، اتزوج منه ازاي؟ ماشي ماشي، انا جاي لكم. سلام. انا مش فاهم، هتجنن والله. الله اسف يا سلمى، حاط ربنا غصب عني. ديكي سامعه المكالمه بنفسك. حامد اصل كان العيال عليهم مراقبه، ف
تزعليش مني بقى. لف وارجع يا ريس، لف وارجع، مفيش نصيب. العريس وصل. اهلا، ازيكم يا بنات؟ الحمد لله على السلامة يا عريس. بسم الله ما شاء الله، شكلكم هتبقوا ستات بيوت. ايه عقبال ما انظركم في بيت العدل كده؟ يا رب يا حسام يا رب. ومستعجلة على ايه يا اختي؟ العروسة فين؟ العروسة في الأوضة بتوضى بالدولاب. ثواني واندهلك. خليكي مكانك، أنا هخش اندهلها بنفسي عشان عايز أقول لها كلمتين سر كده على الفلان. لا لا يا حسام، ده فال وحش. خليكي في حالك أنت، ربنا كريم. ها؟ أوعى حد يخش عليا، أنا بفهمكم أهو. جيت؟ لا لسه، خدي راحتك على الاخر، اكني ما جيتش، اكني مش موجود. طب يا زهر حسام امشي بقى معلش. انا عايز اساعدك. ما ينفعش دلوقتي. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ انا عايز اساعدك. يعني بقول لك ايه، انا كنت بطل العالم في توضيب الدواليب، حتى اسالي دفعتي في كليه شرطه. بطل يا زهر. ما بهزرش. انت يعني اسالي دفعتي. امشي عشان روح اعمل اي حاجه مفيده. بطمن على ذوقك. الله. لا اطمن، انا ذوقي حلو هيعجبك. بجد؟ طب بص انا عارف. ممكن تروح تحط المرتبه على السرير؟ احط المرتبه؟ ده انا انجد المرتبه. مرتبة بس يا لهوي بالي. تعالي يا مرتبة. بالحضن يا مرتبة. اهو شوفي اسهل حاجة ان الواحد يحط. في ايه يا حسين مالك؟ استني استني استني. في ايه؟ خير يا رب، اللهم اجعله خير. استنى شكلنا خدنا عين من البنات اللي بره دي. مش عارف الدنيا بتلف بيا، حاسس اني عايزة اطلب لك دكتور؟ مش عارف في انا بيني حامل ولا ايه؟ ماما. ايه ده؟ انت بتعملي ايه على الصبح كده؟ ازاي تيجي من غير اذن؟ وازاي تشوفيني بالبيجامه ده حتى في الوحش؟ على فكره انا مش جايه عشانك اساسا، انا جايه افطر مع حماتي حبيبتي لحد ما سعادتك تصحى وتاخد دش، بعدين بقى نروح نجيب شويه حاجات ونروح نجيب النجف من درب البرابره. درب البرابره يا بنت سلطح بابا، وعامله لي فيها انجليزي وديزاينر والخمسه دول. ها بطل رغي، بطل رغي وخش غير هدومك عشان نفطر سوا قبل ما تنزلوا. قبل ما تنزلوا؟ مش نازله معانا ولا ايه؟ انا مش هجيب حاجه غير على ذوقك يا ماما. لا، كل حاجه هتيجي على ذوق سلمى. على ذوق سلمى؟ قولي له يا طنط. مين يا طنط؟ انت معايا ولا عليا؟ انا مع الحق. مع الحق، ادي اخره اللي مراته تبقى صاحبه امه. طب اوعي بقى واديني اللي انا مغير ريقي ومغير هدومي ونازل ضرب البرامج، اعمل ايه؟ اقعدي يا حبيبتي، اقعدي اقعدي يلا. اوعي تزعلي منه، انت عارفه حسام قلبه طيب واللي في قلبه على لسانه على طول. ازعل منه ليه؟ هو فاهم غلط اساسا. ازاي يعني؟ الله يكون في عون اللي مراته ما تصاحبش امه. والله يا بنتي عندك حق، ده تبقى عيشته مرار. تخيل يا طنط لو كميتنا ما كانتش ماشيه مع بعض، كان حسام ده حصل له ايه؟ الشر بره وبعيد يا بنتي. ده انت حبيبتي يا سلمى، انت عارفه معزتك عندي والله قد شاهين ده بالظبط. ربنا يخليك يا طنط. بصي يا سلمى، انت ما بتتعبيش. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك الله يخليك. انت بذمتك تعبت من ثلاث ساعات ماشي بس؟ اقعدي يا سلمى اقعدي. اه تعبت والله العظيم، تعبت معايا في رقف. انت ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله عليكي. ليه ده؟ على اساس ان انت يعني في شغلك قاعد على مكتب، مش قاعد بتجري ورا مجرمين وكده وضرب رصاص وحاجات كده؟ يا حبيبتي الجري ورا الحراميه اسهل بكتير. الحرامي بياخد له دقيقتين ثلاثه وبتمشي رصاصه، يا تخلصي عليه يا تقبضي عليه يا بيهرب يا بينشني هو رصاصه واخلص وارتاح. انما ثلاث ساعات ماشي على رجلي. وايه رايك يا حسام؟ وقول لي ذوقك يا حسام، وادفع يا حسام، حرام ما يرضيش ربنا. ده انا غلطانه، هنزل اكمل لوحدي. هو لسه فاضل حاجه ثانيه عشان تشتريها؟ يعني فاضل شويه حاجات صغيره كده. حلو، حاجات صغيره يبقى انا ماليش فيه. انت بقى تقدري يعني مع نفسك. طب والنجف؟ نجف؟ ايوه النجف يا حسام. طب هو انا يعني انا لازم انزل اشتري نجف؟ ايوه طبعا. طب بص انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك ذوقي في النجف وانت اشتريه انت. انا شايف ان احنا نجيب نجف نحاس يعيش العمر كله. نحاس ايه يا حسام؟ ده انتهى من زمان. ايه مفيش نحاس في البلد؟ بطل هزار بقى. ما بهزرش والله العظيم يا سلمى. طب بلاش نحاس. كريستال، نجيب نجف كريستال. كريستال ايه ونحاس ايه؟ انت قديم قوي. قديم؟ ايوه دلوقتي في حاجات الترا مودرن حلوه قوي. في حاجات ايه يا اختي؟ الترا مودرن. الترا مودرن، ما هي البغبغه بتاعتك دي اللي هتجيبنا ورا. انا ما بفهمش الكلام ده، انا راجل زي ما انت قلت كده، قديم قديم ما بفهمش الكلام ده. شوف انت اللي انت عايزاه وانا واثق في ذوقك. هتيجي معايا؟ مش هاجي معاكي. واثق في ذوقك يا سلمى بقى، ارحميني. انت عرفت ذوقي منين؟ الا عرفت ذوقك منين؟ انا كل يوم اول ما اصحى ابص في المرايه اشوف العسل ده، اقول ايه البت اللي ذوقها حلو دي. اهو تروحي لوحدك بقى؟ برضه هتيجي معايا تجيب النجف؟ برضه هاجي معاكي؟ طيب بص يا سلمى، انا هاجي معاكي نجيب النجف، بس توعديني تيجي حد يعلق النجف ونتغدى الاول، ممكن؟ ممكن.